يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفه. حطوني في حته كده اسمها ستيفا، استنيت فيها. ايه ده، ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حته كده زي ويتنج اريا بس زحمه قوي، حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. الجوجل هتستني. ما اعرفش، I don't think انك هتلاقيها يعني. نيلي سو ازيك؟ هاي هاي هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلبش بعيد. على فكره انا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. ان شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس انت بقى لما تتحبسي المره الجايه بقولي لي عشان ابقى اجيب لك عيش وحلاوه. باي باي. سو فاني وفيك قوي. على فكره دي مش عينيها، دي لانسز. انا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو انتي هبله صح؟ لا انا عادي. انا مش فاهمه يعني، هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو؟ انا ممكن اخلي بابي يطلعني في اي انترفيو انا عايزاه بكره. على فكره انا ليه، هي طالعه في انترفيو بتتكلم حاجات خيريه اللي هي بتعملها، انت هتطلعي تعملي ايه؟ ايه المشكله يعني، انا كمان هعمل خيريه. لا لا، اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه. طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش. بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت عايشة لوحدها، وأنا بدلعها غصب عني، كان لازم أدلعها زي ما أنا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. آه معاك حق. ها صافية لبن؟ حليب يا قشطة. على ميعادنا النهاردة؟ آه بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، أصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدي. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدالله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني اؤمري. تعيش يا سي عبدالله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوية على ايه يا صبوحة؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزة استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفة انك انتي بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعة، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه ده الواد طيب وحده سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا ترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو جه ابن الله، ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجودة يا خالتي. لا يا بنت ازاي، عايزاني اكذب؟ يا نوشة يا حبيبي انا جاية افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخص عليك. حاضر يا حبيبي جيال. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشة؟ وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ اه لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي. عايزين تفضوها سيره ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، كتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي.
انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايزه ايه يا هاني؟ طيب اسيبكم براحتكم بقى. ها وانتي يا حبيبه خالتك افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه، وانت يا نوشه ما تنساش بقى سلمني على امك اصلها وحشاني. يا معسله قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه، ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة امك يعني انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقولك الدريم بارك. اوعى يا دي هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. بس مفيش شله، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قالك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني خمس دقايق بالظبط هكون موجود. بس وحياه ابوك، خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت نشرها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك، فاضل لها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس، دوس لبستين. وبتكويها ليه اصلا؟